قدرنا نوصل واحد صاحب والدي عن طريق الفيسبوك وكده، فسألناه قال هسأل عليه. لما سأل لقى والدي توفى ولقى لينا أخت في العراق كان عندها حوالي 8 سنين أو حاجة. المهم أنا قدرت أوصل لها وأوصل الإيميل بتاعها وأتكلم معاها وكده، هي حاليا دلوقتي عندها 11 سنة. فاحنا نفسنا إن احنا نشوفها. طبعا والدتها قالت ممكن تبعتوا لنا زيارة إن احنا نيجي أو كده. سألنا زيارة تكلفها عالية أوي. بتعدي 2000 دولار. وأنا وإخواتي طبعا الحالة المادية يا دوب على القد. فاحنا أمنية حياتنا إن احنا نشوفها لو حتى يوم واحد. بس إن احنا إيه نوصل لها. مش هي مع مامتها؟ اه. طيب انتوا مش شقراء صح؟ لا مش شقراء، يعني عندنا امها عراقية وانتوا امك مصرية. اه بس اخوات. اخوات طبعا. وتقريبا هي اخر حاجة من ريحة ابونا يعني. طب طيب هي اسمها ايه؟ رنين. رنين وعندها دلوقتي 11 سنة. اه في 5 ابتدائي. تعرف عنوانها؟ هي في العراق محافظة بابل. ده كل اللي انا عارفاه ومعايا رقم والدتها بس. ومن كده؟ اه. باباكي كان اسمه ايه؟ اسمه فتحي سليم. يعني هي اسمها رنين فتحي سليم. اه. وهي كمان نفسها تشوفك؟ اه طبعا. انا مكلماها من امبارح. قلت لها ايه؟ عرفتها ان انا هقابل حضرتك وكده وربنا ييسر يا رب. بتستنجد بينا أختها في العراق كل أملها تشوفها، هي وحيدة هنا أختها هناك ملهاش حد. يا رب يجعلنا سبب في لم شملهم. إن شاء الله الرسالة توصل لأختك وتيجي ونصوركم وانتوا سوا كده في كادر واحد الاثنين، وده مش هيحصل غير بفضل جيش المهمة اللي قادر يوصل الصوت للهند مش بس للعراق. الحالة دي مش الوحيدة. بمناسبة عيد الحب شاركونا قصص المحبين اللي نفسهم يتقابلوا. ساعدوني، الواد ده موجود معايا ومش عارف اعمل ايه. رجاء المساعده لتوصيله لاهله. انا من مدرشين الجيزه. مدام منى، انا اسمي فريده من الاسماعيليه وده اسم مستعار طبعا. انا نفس قصه اسلام ونفسي اعرف انا مين. ممكن تساعديني؟ أستاذة منى، ده فيصل تاه من أهله عام 2004، كان عمره 6 سنوات. حدثت مشادة بين والده ووالدته واحتدت المشادة بينهم. خاف فيصل وهرب من البيت وتاه. عثر السيدة على فيصل عند مزلقان منشية ناصر، وعند سؤال فيصل هو كان عايش فين قال إنه من الفيوم لكنه غير متأكد. من بين كل القصص دي كان فيصل اللي بعت لي صورته وبيقول لي دوروا معايا على أهلي عينيا. جاري نزلنا الصورة، وزي كل مرة بننزل صورة لطفل بيدور على أهله يوصلنا ردود من أسر كتير يسألوا عن تفاصيل. لقيت حضرتك عاملة بوست الطفل بيدور على أهله اسمه فيصل. فيصل دوت مكتوب على الصفحة بتاعتك، هو حاليا عنده 17 سنة. فلما جيت بصيت في الصورة لقيته شبه أخويا، نفس الجبين ونفس الحواجب والودان والشعر ونفس التقسيمة بتاعت الجبين بتاعته ونفس الحاجب بتاع فيصل. حاجبين بتوعه زي التمانية وعنده حاجب من هنا طالع شوية، نفس فيصل ونفس ودانه ونفس شعره. أخويا وهو صغير كان عنده حوالي 4 سنين، كان بيلعب في الشارع قبل ما الشارع تتسفلت وقع على الأرض في زلطة هنا عورته، خد 3 غرز فثبت علامة هنا في شفايفه. فدي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تثبت لي لو شفت فيصل ولقيت فيه العلامة تثبت لي إن هو أخويا. وأتمنى إن هو فيصل يطلع أخويا. وأتمنى إن هو فيصل يطلع أخويا.
من ضمن الأسر أسرة جت بتدور على مجدي اللي تاه منهم وهو لسه بادئ يدخل مدرسة، فجأة ما لقوهوش. هم حاسين إن مجدي ابنهم ده هو نفسه فيصل اللي نزل صورته عندنا، وعايزيننا نوصلهم ببعض. عيوني، بس احكولي الأول مجدي اختفى إزاي؟ كان معايا طفل عنده 7 سنين، كنت جاي من السفر، وقال لي يا بابا اديني اشتري حلاوه. بقول له فين؟ قال لي راح اشتري. قلت له طب انا طالع انام. كان كويس معنا وحلو، ودينا المدرسه ورجعنا ان يفطر، ما لقيناش قدام الباب. هو فجاه كده كن خدوه كده مننا على اخوانا، يعني اختفى كده على غفله كده، ما نعرفش، ما نشعرش ان هو هيروح مننا الساعه دي. طبعا دماغها شتتت، بقينا نجري، جرينا على الشبكه بتاع المحافظه، قفلناها اللي بتاع التراب بتاع البرمانيه. فاتصلوا بينا قالوا انتوا احنا قافلين لكم الشبكه بقالنا اسبوع، ده الطفل ده هو بيجيب في يوم ده مش في الميه. انت خفت يكون وقع في الميه؟ احنا فكرنا كده ان هو حد لز وراح مع عيال، خدوه من العيال اللي هم ايه اللي تعال بص نتفرج مثلا على كذا حد، يعني لقى في دماغه. كان عنده 7 سنين؟ كان عنده 7 سنين. قفلتوا الهويس؟ قفلنا الهويس مفيش، اسبوع. فبتوع الشبكه راح اتصلوا بيا قالوا احنا قافلينها لك بقالنا اسبوع او 10 ايام، ده اللي الطفل الصغير بيجيب في يوم، الراجل الكبير بيجيب في 3 ايام، قالوا لا ده مش في الميه. ابنهم صحيح ما طلعش في هويس الصرف، ويمكن ده فرحهم وقتها فرحه عظيمه بس لحظيه، لكن الحقيقه ان ابنهم تاه في هويس الكون. تفتكروا الاسره دي بقالها 10 سنين عايشين ازاي؟ تعبان نفسيا لانه امه تعبانه في البيت عشانه، ليل ونهار عياط، تصل عياط، تقف في البلكونه في عز النطره كان الواد تحت البلكونه بينادم عليها يقول لها امك قفلي على السلم زي ما بقفلك، وتتشالق وتعيط وتخلي البيت كله يعيط عليها، الجيران اللي ماشيه بتعيط معاها، ربنا يصبرك، ربنا مش عارف ايه، كل واحد بكلمه. ولا مجد ده كان روحي، يعني كان عمري ما زعلته، وكان حنين عليا. حتى لما زعل انا وبابا كان يحس بيا ويزعل عليا ويعيط عليا. وبتمنى من ربنا يعني بترجى من الله انه يرجعه لي بالسلامه. سالم غانم. ما يخاف على السنه اموت ما اشوفوش. طلب من ربنا ان انا اشوفه قبل ما اموت، حتى اخواته يشوفوه معايا. مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه. فاتت كتير اعياد عليا، اللي هو مثلا العيد الصغير كلها لابس ابيض وراح على الاتصال، ابص للعيال كده حزين عليه وببكي عليه من البلكونه، بقى شايفاه من البلكونه كل لابس ابيض راح يصلي، وكل عيل واخده باباه وراح يصلي بيه بالهدوم البيضاء بتاعته. افتكر اقول يا حبيبي يا ابني بتمنى اشوف، بتمنى اشوف. افتكر اقول يا حبيبي يا ابني، حتى المولد اللي جه قريب ده كل لابس ابيض وحاطين عجال على راسهم، ناس بت المولد برضه حزين على ابني مش شايفاه قدامي. انت عندك عروسه اهو بسم الله ما شاء الله، واخوها هما كانوا كلهم صغيرين كبروا ما شاء الله، في اللي اتجوز وجوز، انا مش مرتاحين نفسيا. الموت والدفن رحمه طبعا، بيريح الانسان يعني لما تعرفي بعد عنك المكان الواحد تعرفي تطمن وترتاحي، لكن واحد تاني مش عارفين طريقه فين، مش عارفين اراضيه فين، احساس انه عايش بس مش عارفه يعني مش عارفه اوصل له. تفضلي طول الوقت مش عارفه هو عامل ايه. ايوه افكر كده اقول يا ترى يا ابني عايش في الشارع، ربنا رزقك بناس حلوه بتعطف عليك بتوكلك وبتشربك يدوك مصاريفك بيلبسوك زي ما كنت بعمل لك. اختي ياسمين دي احس ما كانتش مبسوطه في الفرح زي اي عروسه، تبقى فرحانه بلبس الفستان الابيض بتاعها عشان كانت بتحب اخوها قوي يعني مجدي. مفيش حاجه كامله من غيره، الموت ويقينه رحمه، حزنك اللي بتعيشه على موت حد من اهلك نعمه، البكا على قبور الأحبة وتفريغ طاقة الحزن بيداوي،
لأن حتى لو الوجع ده مزق روحك كده من جوه، بس بيديك فرصة لبداية جديدة. مش هتنساهم لكن على الأقل عرفت عنوانهم، زورهم وبالوقت هتقدر